النهارده طبعا بالتتويق. الاول الف مبروك لملايين الاهلاويه اللي في مصر والعالم العربي كله يعني. يعني الحمد لله يعني انت طبعا متخيل كم الفرحه اللي موجوده في الشارع المصري، يعني الشارع المصري مش هينام الا دي يعني. فحاجه جميله، الف مبروك للجماهير العظيمه تستحق كده واكتر كمان. جمهور النادي الاهلي جمهور ملوش حل في الدنيا. جمهور قبل الماتش كان بيقول هو ماتش كوره، حتى لو لا قدر الله خسرنا البطوله احنا ورا النادي. هو ده الجمهور اللي ورانا في كل المحطات حقيقي اللي قابلناها خلال دورتنا في مجلس الاداره. طبعا زي ما حضرتك قلت البطوله دي غاليه علينا قوي لانها غايبه زي ما حضرتك تفضلت بقى لها 7 سنين. الحاجه الثانيه ان هي تتويج لعمل الحمد لله كان دؤوب من كل العاملين في النادي وعلى راسهم كابتن محمود الخطيب. النهارده البطوله دي برضو انا يعني حته كابتن محمود الخطيب كان ليه يعني باع طويل الحمد لله في اداره الملف الحساس بتاع الكوره. لسه حضرتك كنت بتفضلي بتقولي ان في مدرب بيتغير وفي قابلنا صعوبات، ده موسم كورونا، موسم تغيير مدير فني لظروف طارئه، الراجل سافر، ما حسناش عظامك ضرب بعبء الملف ده مطلقا. اداره كابتن محمود خطيب بمنتهى الحرفيه اللي في الدنيا، وفي الجلسه اللي تم فيها اللي هي استقاله المدير الفني او ريني فايلر، وفي نفس الوقت هي الجلسه دي اللي تم فيها تكليف مدير فني اخر موسيماني باداره فنيه للفريق. موسم كورونا وموسم قابلت فيه كل حاجه كنادي اهلي ممكن تتخيلها، تجاوزات وخلاف وظل النادي الاهلي محتفظا بهيبته وشخصيته، وربنا كرمنا في النهايه بالبطوله الجميله دي طبعا. اكيد يا فندم، عايز اخد